مانجر شركة فارما ميديكا. شركة فارما ميديكا يشرفها جدا وجودها مع أساتذتنا الأفاضل اللي بنتعلم منهم دايما، أستاذ دكتور أحمد الوهيدي، دكتور أحمد أستاذ طب وجراحة العيون جامعة المنصورة، وأستاذ دكتور نادر بيومي أستاذ طب وجراحة العيون جامعة اسكندرية. يشرفنا إن احنا مع حضراتكم النهاردة، وإن شاء الله نستفاد من حضراتكم جدا علميا. بإذن الله. تمام، أنا بادئ زي بدء، هي بس الفارما ميديكا سيشن سريعة جدا على تو برودكتس. احنا لينا تو برودكتس في الجلوكوما، لينا الفارما بريس هو اول برودكت. الفارما بريس هو عبارة عن برومينيدين، هو ظاهر قدام حضراتكم كده يا دكتور أحمد؟ ايوه ظاهر ظاهر. الفارما بريس هو عبارة عن برومينيدين تارتريت 0.2%، نقدر نستخدمه كأجنكتيف ثيرابي مع كل ثيرابيز الجلوكوما، with overall reduction في الاي بي 4.26 مليمتر مركري. في نفس الوقت هو الوحيد كأنتي جلوكوما ليه نيورو بروتكتيف اكشن، وهو الوحيد اللي بيشتغل بديوال ميكانيزم اوف اكشن، بيديكريز الان فلو وبينكريز الاوت فلو ميكانيزم. تاني برودكت لينا هو فارما تيموجان، فيكسد كومباينيشن ما بين البرومينيدين ترتريت 0.2% والتيمولول مليت 0.5%، نقدر نستخدمه كفيكسد كومباينيشن، بيعمل لي اوفرول ريدكشن اوفر 30%، وفي نفس الوقت بيشتغل بتريبل ميكانيزم في اكشن، ان فلو اوت فلو، تو ميكانيزمز ان فلو وان ميكانيزم اوت فلو، ولي نيورو بروتكتيف اكشن. واحنا كده بنشكر حضراتكم كده كانفو سريع على الفارما بريس وفارما تيموجان، وان شاء الله نبتدي السيشن مع دكتور نادر. اتفضل يا دكتور نادر. نعمل شير بقى العرض عندي. ده في حته بسم الله. دكتور نادر بيه. ماشي بيه. ابتدي يا دكتور احمد بيه. اتفضل يا فندم، اتفضل. طيب، مساء الخير على حضراتكم جميعا. بالاصاله عن نفسي برحب باستاذي الاستاذ الدكتور احمد الوهيدي بيه، استاذ طب وجراحه العيون جامعه المنصوره، وبشركة فارما ميديكال الجهة المنظمة. بنشكرهم جدا على المساهمة في تنظيم هذا الويبينار، وبنتمنى انه يحوز الاعجاب ونقدر نوصل لحضراتكم ان شاء الله معلومة علمية جديدة وكويسة ان شاء الله. العنوان بتاعنا النهاردة هو عبارة عن Angle Surgery in Glaucoma Holistic Approach. يعني ايه؟ احنا عايزين نتكلم عن الانجل سيرجري في الجلوكوما، وازاي دي ممكن تفيدنا تو كنترول ذا ديفرنت تايبس اوف جلوكوما. فلو بدانا في الاول كده، فيرست سلايد كده بيه، كلنا عارفين ان الانجل سيرجري نيكست الكونسبت بتاعها از تو ريستور ذا نورمال اناتومي اوف ذا درينج سيستم. نيكست كلنا عارفين. بنستأذن حضرتك يا دكتور نادر، معلش اسف للانترابشن، ممكن حضرتك تقرب ال المايك لحضرتك بحيث بس ان الدكاتره مستمع كويس. هل كده افضل؟ كده كويس. تمام تمام، شكرا جزيلا. طيب، كلنا عارفين ان الايكوس هيومر از برودوسد باي ذا سيلري بروسيسز، ومن السيلري بروسيسز بيمر في البوتنشال سبيس اللي ما بين اللينز والبوستيريور سيرفيس اوف ذا ايريس ثرو ذا بيوبل انتو ذا انتيريور تشامبر، ومنها الى الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر. نيكست الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر كلنا عارفين فيها ترابيكولار ميش ورك. ترابيكولار ميش ورك دي بالثري لايرز بتاعتها، اليوفيوس كليرال، الجاكستا كانليكلر، والميدل لاير بتاعت الترابيكولار ميش ورك، ومنهم الى شلامس كانال، ومنها الى الكولكتور شانلز. Restoration of this normal drainage pathway هو ما يعتمد عليه فكرة الانجل سيرجري في الجلوكوما. Next. من هنا بندعو أستاذنا أستاذ دكتور أحمد الوهيدي يدينا فكرة عن إيه فكرة تفكيره في الانجل سيرجري في علاج الجلوكوما. تفضل دكتور أحمد بيه. ماشي يا فندم. سعيد جدا بوجودي مع حضرتك ومع كل المستمعين، و الحقيقة دكتور نادر من الناس الأفاضل واللي أنا بحبهم جدا، وراجل يتميز بالإخلاص
بتشتغل مع يعني لو مش هقسم ظهرك يعني، لكن الحقيقة أنا سعيد بوجودي معاكم، والنهاردة هنتكلم على الأنجل سيرجري، وإزاي هي زي ما بيقولوا إنها حاجة بدايتها قديمة، ولكن إحنا عاد ناس اكتشافها، مش إحنا الوحيدنا الحقيقة، فئة كبيرة من جراحين الجلوكوما على مستوى العالم بدأت تاخد زخم في الفترة الأخيرة. طيب كلنا عارفين سريعا كده سيرجيكال تريتمنت اوف جلوكوما بيشمل فكرتين كبار. الفكره الاولى ان انا اعمل فيستولا بتوين ذا انتيريور تشامبر اند سب كونجنكتيفال سبيس الفلترنج سيرجري يعني او الترابيكليكتومي، كل دي اشهر فكره معروفه. الفكره الثانيه واللي هي يمكن يعني مهمله او ما حدش كتير بيحاول ان هو يدخل في الطريق ده، لانه الحقيقه هي عايزه مش صعبه ولا حاجه، ولكن عايزه يعني تسلك طريق لم يسلكه الاخرون او مش بوبولار قوي، اللي هي انسايزنج ذا انر وول اوف شلمز كانال انترابيكولار مشور. وبالتالي بعمل بدخل الاكوس الى الشلمز كانال دايركتلي اللي هي what is called trabeculotomy. ده بيتم either internally أو externally في two approaches ab external أو ab internal. الحقيقة فئة مش قليلة من جراحين الجلوكوما على مستوى العالم بيفضلوا هذا الطريق، وبيقولوا إنه الكوليكتور سيستم استخدام الكوليكتور سيستم surgery mainly الكنال وشلام has a better chance of long-term function. ما تبقاش تحت رحمة الفلترينج سيرجري وزي هي هل هتقفل هل هيحصل لها فيبروزيس كذا، وكلنا بنشوف يعني بنشوف عيانين بعد 5 سنين و6 سنين. طبعا احنا النهاردة مش دورنا ان احنا نقدح في الفلترينج سيرجري. الفلترينج سيرجري دي زي ما بقوله الجولد ستاندرد، يعني هي شيء ما نقدرش نتلافاه أو نقول إنه هو وحش، لا بالعكس إحنا بنحاول نفتح طريق تاني ممكن يكون more safe more يعني effective زي ما هنشوف، وده طبعا خاضع لدراسات ولازم نخش في هذا الاتجاه. طيب الترابيكولوتومي is performed in patients with glaucoma either child or adult. طبعا أدلت دي برضو جديدة علينا، مش جديدة قوي رغم ان في ناس ابتدت فيها بدري، لكن زي ما كلنا تربينا على الفلترينج سيرجري وما بنستخدمش الانجل سيرجري الا ما نقدر. طيب الانجل سيرجري من مزاياها انها ما بيبقاش فيها بليب، البليب بتكون البليب فايبروز لا بخرج من القصة دي خالص، وبالتالي ال ما فيش vision threatening complications زي anterior chamber loss blip leaks hypotony. زي ما انتوا عارفين لو ضغط العين نزل بنبقى مبسوطين، ولكن بالتالي لو نزل اكتر من المطلوب بندخل في المتاهات بتاعه الهايبوتوني ماكيولوباسي والكورويدال ديتاتشمنت blip infection blip bites الى اخره. طبعا لو استخدمنا الانتي فايبروتيك كمان بيزداد الطينه بله زي ما بيقولوا، بتبقى في مشكله كبيره. طيب انا بخرج من السجال ده خالص، والحقيقه هي من ميزات الانجل سيرجري. طيب ايه الكونسبت؟ زي ما اخي العزيز الدكتور نادر اتكلم واخد نفس الصورتين اللي هو ابتدى بيهم، احنا عندنا الترابيكولوم ببساطه الاكوس بيعدي من سبيسز زي ما احنا شايفين وبينتهي بيه المطاف الى الكنال اوف شلم، وبعدين الاكزيت شانلز الفينز والحاجات. طيب انا هدفي ان انا اعمل زي ما بيقولوا في الاوبن انجل جلوكوما او في معظم جوفينايل جلوكوما حتى في الكونجنتال جلوكوما السايت اوف جريتست ريزيستنس ان جلوكوما هو الترابيكولار مشورك ان جاكستا كاناليكولار تيشو. انا بعمل كليفج لهذا الجزء وبالتالي allowing flow to the collector system. طيب دي حاجة جميلة، أنا بحاول أرجع الفسيولوجي الطبيعي في حالة الجلوكوما اللي هو المسؤول عنها الريزيستنس اللي بتبقى موجودة في المكان ده في معظم، خلينا نقول في معظم حالات الجلوكوما.
وبالتالي restore normal anatomy of drainage system by removing aqueous outflow resistance by cleaving the trabecular meshwork and the inner wall of Schlemm's canal. طيب دي الفكرة الرئيسية، بس عشان أوصل لده الترابيكولوتومي is زي ما بنقول إنها very successful، لأن أنا في نقطة هامة قوي، في بعض الناس بتتخيل إنه لما بعمل فتحة في الترابيكولوم كأن في فايبروزيس هيجي يقفلها مرة تانية. لا، في كثير من الأحيان، وده أثبتناه حتى بالألترا ساوند واليو بي إم والكلام ده، إنها بتفضل فترة طويلة جدا غير قابلة للقفلة إلا إذا حصل انفلاماتوري بروسيس أو حاجة من هذا القبيل. في نقطة مهمة هنا بقى، إحنا في زخم عالمي لكلمة الأنجل سيرجري، والأنجل سيرجري في أب إنترنو أب إكسترنو. طيب الأب إنترنو اللي هي واخدة لما تفتح الباب ميد، معظم الأنجل سيرجري بتذهب إلى الأنجل إلى الأب إنترنو. طبعا الأب إنترنو على مستوى العالم كلام كتير بقى، والميجز والحاجات دي. طيب الحاجات دي وحشة ولا حاجة؟ لا، ممتازة وبنت حلال، ولكن إحنا بنتكلم في مصر، عايزين أبلاي شيء ما هوش غالي قوي ويديني نتائج عالية جدا. أقدر أعمل ده؟ أقدر أعمل ده. طيب، ولذلك الأدفانتجز النسبية للترابيكولوتومي أب إكسترنو أوفر ذا أب إنترنو، اللي هي محتاجة بقى جونيو لينزو، محتاجة ميكروسكوب معين، ومحتاجة يعني بعض المهارات اللي هي بتاخد وقت في تكوينها إلى آخر. الأدفانتجز، واحد simpler surgical technique إلى حد ما، طبعا simpler دي بين قوسين، لأنه إذا أنت تعلمتها وخدت عليها كتير طبعا الدنيا بتبقى كويس. less invasiveness to the ocular surface، أنت ما بتدخلش كتير جوه عند الأنجل عند الأيرس. a shorter surgical time إلى حد ما، طبعا لما تتقن هذه المهارة. no requirement for expensive devices، ودي تحتها 10 خطوط عندنا في مصر وفي اللوكاليتي بتاعتنا، وده مش عيب ان احنا نخطط لده. طيب دكتور نادر بيه. تمام يا بيه، بنشكر دكتور احمد بيه على المقدمه الرائعه دي، وخلينا نخش وراها دلوقتي. دكتور احمد بيه اتك على حته ايه، سيمبل تكنيك. سيمبل ليه؟ لان دكتور احمد ببساطه عايز يلفت نظرنا جميعا الى انه التكنيك بتاع الانجل سيرجري بيعتمد على حاجه مهمه جدا جدا، وهي نكست بيه الفايندينج of Schlemm's canal. يعني localization of Schlemm's canal قد يكون بالنسبة للجراح الانتيريو سيجمنت المعتاد أو المعتاد يعمل trabeculectomy ما بيدورش على Schlemm's canal كتير. The surgical site next to it. السيرجيكال فيو اللي احنا بنشوفه دايما لما بنعمل ديسكشن للسوبرفيشال، او خلينا بلاش نقول سوبرفيشال وديب، خلينا نقول للسكليرال فلاب، بنشوف الباد بتاع السكليرال فلاب، وبنشوف السيرجيكال ليمبس اللي هو الجنكشن ما بين الكورنيا والسكليرا، وبنشوف اللاند ماركس نيكست بي. بنبقى شايفين اللاند ماركس دي لما بنرفع الفلاب الكورنيا، بنشوف البلو زون، بنشوف السكليرا سبير، وبنشوف السكليرا. لكن عايزين نعرف من دكتور احمد بيه ازاي نقدر نلوكالايز شلمس كانال للجراح اللي لسه يعني ما بيعمل ترابيكيلكتومي. هنقول بيعمل ترابيكيلكتومي كويس، لكن مش معتاد انه يدور على الانجل اوف ذا انتيرو تشامبر، لان ده كورنر ستون للانجل سيرجري. فعايزين نسمع من حضرتك ايه هي تيبس فور فايندينج شلمس كانال سيرجيكلي اون براكتيكال جراوندز. اتفضل. تمام يا ريس. يعني لو اتكلمنا على بعض يعني مش هسميها تيبس، ولكن هي الباب الوحيد للدخول للكنال وشلم، بيبقى لازم تخش من إيجاد الكنال وشلم. إيجاد الكنال وشلم مش هنقول شيء صعب قوي، ولكنه عايز وقت، وعايز انك انت تسابر على هذا الأمر، خصوصا لو عرفنا ان السايد ده is يعني very variable، لأن الاناتومي of the limbus is highly variable، والليمبال اناتومي هو اللي بيدخلني للكنال وشلم. ساعات نلاقي زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا anteriorly located Schlemm's canal، ممكن تلاقيها قدام شوية عن مكانها المعتاد أو لورا شوية، وده زي ما هنشوف في بعض الفيديوهات. طيب ازاي اوصل للكنال في Schlemm؟ identification of scleral sphere is the main landmark for surgery.
هو ده المفتاح. السكليرال سبير هو وير ذا سيلياري بودي اتاتشز تو ذا سكليرا، وده بيبقى تحت اندرنيس ليمبال دون. السكليرال سبير از ا سيركمفرنشال رينج اوف وايت سكليرال فايبرز ايدنتيفايد ان كونتراست تو لونجيتودينال فايبرز اوف سكليرال بيد. كل اللي فتح في لاب بيلاقي اتجاه السكليرال فايبرز واخد اتجاه معين الى ان تجد السيركمفرنشال فايبرز دي وانت بتدسكت. طيب دي نفس الصوره بتاع الدكتور نادر بيه. لو رفعت الفلاب دايما بتلاقي ثلاثه زونز بالبلدي كده، حاجه غامقه قدام اللي هي الكورنيا، وحاجه بيضة ورا اللي هي السكليرا. وخلي بالك بقى الجنكشن بين الابيض وبين الجريش، الخط ده هو السكليرال سبير، بتجده في المكان ده. طيب انا بجد الكنال اوف شليم جاست anterior to the scleral sphere، يعني واحد ملي قدامها زي ما هنشوف. طبعا واحد ملي ساعات بيبقى كتير، وساعات الريليشن دي بتبقى disturbed في بعض الحالات، يعني مش هتلاقي الامور كده بترفع الفلاب، تلاقي الزونز دي متخططة قدامك. ساعات بيبقى في الاطفال بالذات، لكن انت بالسنس بتاعك وبتعودك على المكان ده بتوصل لده بسهولة ان شاء الله. طيب ايه التلات ثلاث زونز مرة تانية؟ كورنيال باند اللي هي ترانسبرنت، ترابيكولار باند جريش أو بلوش، جريش بلوش، وايت سكليرا، الجنكشن of the posterior border of the blue ترابيكولار باند and the سكليرا is the outer landmark of Schlemm's canal. طيب أنا بدور في المكان ده، طيب أوصل لها إزاي برضو؟ أدخل إزاي؟ الحقيقة عندي سكتين كبار للوصول للشليمز كانال. السكة الأسهل أو اللي هي بس هي بتبقى عايزة إنك زي ما بقولوا إيه، بتبقى زي اللي بيطلع بترول من الحتة دي، يعني بيبقى عندك الإحساس ده مع مرور الوقت. مش عايز أقول الإحساس ده بيجي بسرعة يا جماعة لو أنت نويت خير وبدأت تدخل طريق الأنجل سيرش. الطريقة الأولى هي radial cut down in the scleral bed. طبعا هنا radial cut 1 مليمتر anterior to the proposed site of the scleral sphere and 1 مليمتر posteriorly deepened carefully until reaching the roof of the Schlemm's canal. انا تحتية الكنال of Schlemm وانا في الروف بتاعه. قد كده تبقى meticulous وانت بتقطع، لان لو قطعت قطعة كويسة كده هتلاقي دخلت في الانتيريور تشامبر على طول. لكن لازم زي ما بيقولوا في الكتب لازم فايبر باي فايبر انتل. ايه بقى يعني دي فيديو؟ انا بحب اوري الفيديو ده رغم ان الامور في حالات كتير بتبقى اسهل. زي ما انتم شايفين ده طفل، والدنيا هنا الجريش اريا اللي قلنا عليها اللي بتبقى في ما فيش لاند واضح، بس انت احساسك كان احساسك بالحته دي الجريش اريا اللي ما بين عند الجنكشن زي ما قلنا بين الجريش اريا اند وايت اريا. انت جاست وانت بتقطع كده تبقى كيرفول بيحصل لك الاوزنج ده. ايه الفرق بين انك تعرف انك دخلت في الكنال شليم وبين انك فتحت في الانتير تشامبر؟ طبعا الانتير تشامبر بتدي لك جش اوف فلويد، تلاقي طلع لك كميه كبيره، لكن الاوزنج ده افتكره دايما دايما في زي اوز خفيف قوي بيطلع لك، وهنا انت بدات تدخل على اول الخيط وبدات تلاقي الكنال شليم. طبعا بتبقى سعيد جدا. في حته تانية بننوه عليها ان السكليرال سبير زي ما اتفقنا اللي هو السيركمفرنشال فايبرز قدامها على طول الكنال شليم زي ما باين في الفيديو. حتى الكنال شليم من جوه بتبقى داركر شويه، بتبقى غامقه، فبتقدر انت برضو يعني تطمن قلبك يطمن اكتر. طيب هو دي الطريقة، الحقيقة أنا بفضل الطريقة دي لأن بتبقى سهلة جدا ومع الوقت بتاخد عليها. لأن في طريقة تانية اللي هي الكلاسيك القديمة اللي هي بتاعت الـ non-penetrating operations، الفيسكوكانالوستومي، الفيسكليريكتومي، الكانالوبلاستي، اللي هو أنك بتعمل two flaps زي ما احنا عارفين، الفيسكليريكتومي superficial flap وبعدين deep flap. deep flap وانت بتعمل لها dissection لازم تبقى كيرفول لغايه ما تلاقي نفسك دخلت في الكنال اوف شليم زي ما باين في الصوره.
الجزء الابيض ده السكليرال سبير اللي احنا قلنا اللاند مارك العظيمه بتاعت الكنال وشلام، بتلاقي جزء داركر قدامها لو انت كيرفول هتلاقي نفسك جواها، وهيبدا لك يحصل اوزنج للايكوس. طبعا دي برضو الناس اللي هم واخدين على الديب سكليرتهم اكتر بيبقوا حساسين للطريقه دي وسهله عندهم اكتر من غيرهم. طيب دول الطريقتين اللي بيعملوا لي اكسبوجر. للمره الثانيه برضو الصوره دي عجبتني، السكليرال سبير الابيض وبعدين الكنال اوشلام قدامها. ولو بدات على فكره الكنال اوشلام يعني الى حد ما وايد شويه مش قليله، وبس عايز انوه لحاجه ان بيبقى جواها حاجه زي سيبتي او سيبتا اللي هي فواصل صغيره كده، هي ساعات وانت بتفتح يحصل اوز، وساعات الاوز بيبقى عايز منك انك لو دخلت بالترابيكولوتوم بتاعك وبدات يعني تسلك كده تسليكه خفيفه تلاقي الاكواس بدا يطلع لك، فبرضه ما تقلقش. طيب دي صور عملناها الحقيقه لبعض الحالات بتبين مكان الفتحه بتاعه الترابيكولوتوم بعد العمليه. طيب هنا برضه احنا هنا عايز اقول انه انا مش عايز ادخل في الانواع لسه او في الموديفيكيشنز، لكن المشهور دايما عن الترابيكولوتومي عالميا بدايه الترابيكولوتومي كانت باستخدام الهارمس ترابيكولوتوم. والحقيقه انا بحب الاله دي جدا وبعتبر اول اختراع لها كان حاجه جميله جدا، وانا بعتبر انه ما خدش حقه من الشهره، وان كان بتوع جراحين الجلوكوما كلهم عارفينه زي ما هنشوف حالا. المهم احنا عايز اشوف الفيديو ده برضو عشان يديلك سنس اكتر. احنا هنا بنعمل سكليرال فلاب، اسهل طريقة للوصول هي التريانجولار فلاب. طب ريكتانجولار ولا تريانجولار مش فارقة كتير، انت عايز في النهاية توصل باسرع طريقة الى منطقة التلاتة زونز اللي قلنا عنها. زي ما شفنا المشرط بتاعك بسنه بالراحة خالص بتيجي في الجريش اريا بينها وبين السكليرال سبير، وتحاول تشوف الأوز اللي احنا طبعا زي ما هنشوف في بعض الناس بتحب انه يعمل دي روفينج للكنال بانه يفتح فتحة بحيث تسهل عليه، لكن تقدر تدخل طالما انت شور انك انت في الكنال وشلام. طبعا الترابيكولوتومي بيبقى شيء بسيط ان شاء الله وبتلاقيك في الليفل المطلوب. هنا انا الفيديو ده عشان ابين قد ايه المكان بتاع الكنال وشلام فاريبل. هنا طفل وعندنا الكورنر ده مترزات، وبتلاقي دايما ايجاد الليمبس ومكان السكليرال سبير برضو بيبقى عايز منك تبقى كيرفول شوية. هنا بنلاحظ اول ما ترفع الفلاب بتاعتك نسرع شوية بتلاقي الجزء هنا بقى هتفتح فين. برضو همشي على شوف الكنال اوف شلام والسكليرال سبير اترحلوا لبره قد ايه، فممكن ساعات ما تحسش انك يعني مش معقول كنال فيلم، لا هي بتبقى هنا وبتبقى خرجت بره السايت او النورمال سايت بتاعها. طبعا الاوزنج وساعات بتعملها دروفينج زي ما اتفقنا. الدروفينج ده بيعزز او بيخليك يعني ايه شور اكتر، والدارك انترنال سيرفيس بتاعها طبعا عشان الوقت. بنبدأ دكتور نادر بيه. تمام بيه مع حضرتك. تمام دلوقتي عرفنا الكونسبت وراء هو احنا بنعمل الانجل سيرجري ليه، وعرفنا ازاي نلاقي شلمس كانال، ودي حاجة مهمة جدا جدا. طيب الحاجة اللي وراها دكتور احمد بيه التقط برضو طرف خيط تاني وبنى عليه شغل جامد جدا جدا، وهو اللغط اللي حول الconventional trabeculotomy versus الحاجة اسمها الفيسكو trabeculotomy، معنى اخر the use of viscoelastic in the procedure of angle surgery. الكليمز اللي كانت موجودة في الليتريتشر، هل الفيسكوإلاستيك دوت اتفاسيليتيتس ان احنا لما نوسع شلمس كانال هنلاقيها اسهل، هل دخول الترابيكيلوتوم ليها بقى اسهل اكروس ذا انتيرير تشامبر، هل ده بيساعد في الفورميشن اوف ذا انتيرير تشامبر وبيقلل الهايفيما، هل بيعمل نوع من ما نسميه الفيسكو كانالوستومي اوبريشن زي ما كنا بنسمع بتاعت ستيجمان زمان وبتفرق. فهل السؤال بمعنى اخر لدكتور احمد بيه، هل هناك فرق جوهري بين الكونفنشنال ترابيكيلوتومي والفيسكو ترابيكيلوتومي ان يور براكتس دكتور احمد بيه؟ يا ريت عايزين حضرتك توضح لنا اكتر النقطه دي. تمام يا فندم.
الحقيقة عشان أوصل للجزء اللي حضرتك بتقوله الفيسكو ترابيكولوتومي لازم أفهم القصة ماشية إزاي. زي ما اتفقنا ترابيكولوتومي أب إكسترنو بوريان 1960 أول واحد عمل وما كانش بيعمل سكليرال فلاب، وبعد كده هارمز دخل وعمل وصف الفلاب وصف الترابيكولوتومي اللي احنا بنستخدمه لغاية النهاردة مع بعض الموديفيكيشن. طبعا القصة الشهيرة بتاعته بيبقى عندي تو هارمز ترابيكيلوتوم، واحد رايت واحد ليفت، وبيبقى واخد الكيرف بتاع الليمبس، واحد جوه وواحد بره. البره ده اللي بره ده بيبقى بيساعدني يعني جايدنس انا فين بالظبط، لكن غير متخيل انك تدخل بواحد بس جوه، ما تبقاش عارف في معظم الحالات يلف منك يدخل ورا، ما بتبقاش فاهم، لكن لازم المنظر ده. طيب ده التراديشنال ترابيكولوتومي. بعد كده الناس بدأت، طبعا انا ما زلت عند الآلة الحقيقة بحترمها جدا، هارمز ريجيد بروب ترابيكولوتومي. النهارده وانت بتقرأ وانت بتشوف في الليتريتشر الحقيقة بتجد كأنك يعني ايه اللي لسه بيستخدم بروب ترابيكولوتومي، يعني بيعتبروه ان هو اولد فاشون وان هو خارج كله دلوقتي بيتكلم على السيركمفرنشال والكاسيتر والكلام ده. طبعا لا شك ان الحاجات السوفيستيكيتد ديت بتديني طبعا 360 درجه، لو انت قدرت تفتحها ما فيش مانع، ده حاجه كويسه جدا ولها واكيد ادفانتجز. طب اجل الكلام لغايه ما نوصل لها، بس انا بشير الاحترام الشديد لهذه الاله العظيمه اللي ممكن انت تطور منها وتغطي لك اكتر من 90% من الحالات اللي انت يعني عايز تعالجها. يبقى الترابيكولوتومي في ناس عملت موديفيكيشنز، اول ناس اللي هم عملوا البيبر ده هي يمكن سنة 2000 او 2001، ان هو بدأ يقول ايه، طيب الكيرف بتاع الليمبس ده مش متساوي في كل الناس، في ناس بتبقى الكيرفتشر ده حاد شويه وفي ناس تانية بتبقى لا، فهل هو ترابيكولوتوم واحد في كل الناس دي استخدمه؟ فبدا يعمل اللي هي موديفايد ترابيكولوتومي ان ذا ويز ذا يوز اوف سبيشال ترابيكولوتوم ويز بروبس اوف ديفرنت سايزز اند ديفرنت كيرفتشر. ماشي، ده أول محاولة. المحاولة الثانية اللي هي الفيسكو ترابيكولوتومي برضو من يعني بداية الكلام من 2008-2007. الحقيقة أنا بدعي أنه في يعني جراحين جلوكوما كتير، أنا واحد منهم زمان، كنت بستخدم الفيسكو إلاستيك ده مع عملية الجلوكوما، لأن أنت بتوصل له يعني زي بقوله بالإحساس النفسي بتاعك يعني. طبعا في قواعد والناس بتتكلم، بقى زمان كانوا يقولون اوعى تسيب فيسكو إلاستيك جوه الأنتير تشامبر، ده ممكن مش عارف يعمل ايه، وانت بتعمل وش ولا لا والى اخره. فكان في رعب دايما لدرجة انك ايه حتى لو استخدمته بتلاقيك ايه بالديناي وبتحاول انك تقول يعني، لانه بيستبشعوها جدا الحكاية دي فترة كبيرة، لانه بيرفع ضغط العين وكذا وكذا. وما زال الفريق اللي ضد الفيسكو ترابيكولوتومي لغايه النهارده بيقول لك لا وكذا. طيب حضرتك لو مارست الكونفنشنال ترابيكولوتومي وبدات تقطع وشفت الهيفيما اللي بتملى الانتير تشامبر ساعات في بعض الناس ولا تملك لها شيء اكتر من انك تقفل وبعد كده تقعد شهر بقى جنب العيان ولا اسبوعين ولا ثلاثه على حسب، وساعات الهيفيما دي انا شفت منها في بعض الحالات، يعني لو افكك بدياتر الجلوكوما تلاقي حصل منها up to vitreous hemorrhage ورا أحياناً مش عارف إزاي. طيب لازم في طريقة لوقف البليدينج العنيف ده أو تقليله على الأقل. فالناس بدأت من هنا، طبعاً زائد مزايا أخرى هنتكلم فيها، استخدام الفيسكو إلاستيك with trabeculotomy was proved to enhance success rate by preventing post-operative hyphema hypotony. طبعاً hypotony برضو لأن أنت العين برضو أنا بتكلم مش البرايمر كونجنتال جلوكوما بس، لأن أنت ساعات في البيدياتريك أفيك الجلوكوما أول ما تفتح الأنتير تشامبر بتلاقي العين كولابسين ضعيفة جدا وهايبوتوني وكذا. فاستخدام فيسكو إلاستيك بيساعدك كتير،
برضو زي ما هقول في سياق الكلام ان استخدام الفيسكو الاستيك ما يبقاش اوفر، ما يبقى لازم بحكمه زي ما بيقولوا، يعني بكميات قليله تحقق لك المطلوب. طيب في يعني اول في الليتريتشر البيبر ده هي سنه 2007 اول ذكر للفيسكو ترابيكولوتومي كلفظه، واستخدام الفيسكو ترابيكولوتومي جه بعد كده البيبر الثانيه ده هي. طبعا في حد في الناس اخرين استخدمه عندنا في مصر هنا في القصر العيني، استخدموا برضو الفيسكو ترابيكولوتومي وان كان عدد الحالات كان قليل، فما كانش الواحد قادر يوصل لكونكلوجن كويس. فعملنا البيبر ده هي اللي هي لحسن الحظ انها طالعه 2020 السنه دي، والحقيقه بيبر هايله. طبعا مش هقول لان احنا مشاركين فيها، لازم يعني كلمه هايله دي انا متحمس لها جدا طبعا، لان عدد العيانين فيها كان كبير جدا، وكانت راندمايزد كنترولد ستادي، وكان قارنا بقى بوضوح جدا بين فيسكو ترابيكولوتومي والكونفنشنال ترابيكولوتومي. وطبعا يعني ساعدنا فيها كتير دكتور نادر بيه، وكان من يعني لنا الشرف ان هو كان معانا في هذه البيبر. طيب الكونفنشنال فيرسس فيسكو ترابيكولوتومي ده الجدول ده هو كان في اخر يمكن ريفيو ارتكل اتكلم على كل عمليات الكونجنتال جلوكوما، والحقيقه اسعدنا جدا ان احنا كنا في حصل لنا سايتيشن في احد هذه في الفيسكو ترابيكولوتومي. المهم رسمي اصبح النهارده كان بعض البيبرز بتقولها، لكن النهارده اهو معترفين به دوليا، وفي ناس كتير اصبحوا يمشوا في الطريق ده. من ضمن الموديفيكيشن في ترابيكولوتومي فيسكو ترابيكولوتومي، مش كده وبس، ده بقى في فيسكو جونيوتومي وهكذا. فعايز اقول ان ده طيب نوصل للخلاصه عشان ما اطولش في الكلام. ذا يوز اوف فيسكو الاستكس ديورينج ترابيكولوتومي مي انكريز ذا سكسس ريت. ليه بقى؟ اول حاجه طبعا ناس كتير يعني بيحاولوا يعني يدلوا بدلوهم في المساله. الحقيقه هو ده ممكن يعني الكلام اللي انا اقوله ده في كثير من الاحيان وهو محتاج دراسه اكتر، لكن انا اشعر مع اخرين انه فعلا في دايليتيشن اوف ذا بوسيبلي نارو شليمز كانال. وانت بتفتح انا قلت في الاول الشليمز كانال بيبقى فيها سته او حاجه كده زي تيشو رقيق جدا جوه، انت محتاج انك تضيليت عشان يسهل عليك الترابيكولوتومي بعد كده. فاسيليتيت ترابيكولوتوم ادفانسمنت انتو شليمز كانال، دخولك نفسه ساعات طبعا هو في معظم الحالات بيمشي في داخل التراك بتاعه في الكنال، ولكن احيانا انت محتاج الفاسيليتيشن ده. تامبونات بوتنشال هايفيما، طبعا اثناء الشغل علامه من علامات الترابيكولوتوم الجيده هو ان بيبقى فيه مينيمال هايفيما. المينيمال هايفيما احيانا في بعض الحالات بتزيد شويه، فانت محتاج انك انت تو تامبونات شويه فيسكو الاستيك خفيف في التراك بتاع الكنال وشليم وقليلا داخل الانتير تشامبر ممكن يوقف لك ده. keeping away the lips of trabeculotomy incision، ده ذهب اليه الكثير من الناس اللي بيدافعوا عن الفيسكو ترابيكولوتومي، ان هو فعلا بيقلل فرصه الكولابس بتاع اللبس مره تانية على المدى البعيد، وانه يحصل فايبروزيس او افله، او ان في ريمنانس تحاول تلزق المكان بتاع اللبس بتاعه الترابيكولوتومي. برضو prevention of post-operative fibroblastic proliferation and hemorrhage، ممكن يحصل على فكرة recur للهيموريج بعد العملية بالذات في الفيو دايز الأولانيين، لما بيبقى في نوع من نزول الضغط الهيبوتوني في الانتيريور تشامبر. طيب ننوه سريعا بقى، هل في وسائل أخرى غير الترابيكولوتوم اللي أنا يعني أو بنتكلم عنه وبنقول إن هو رغم إن هو آلة يعني ما هيش غالية ولا حاجة، ولكنه الحقيقة very successful لو أنت أحسنت التعامل معه. طبعا في برولين سوتشر 360 درجة circumferential trabeculotomy. طبعا البرولين اتعمل في وطبعا بيديني ميزة أنه هو بيديني 360 درجة، ولكن
احيانا برضو في كيسز ريبورتد ان هو انت ما بتبقاش عارف وهو بيلف حوالين الليمبس في الكنال وشليم، يا ترى طول ما انت ماشي هو جوه الكنال وشليم ولا بيروح لمكان اخر زي السوبرا كورويدال سبيس او ايفن سبريتينال سبيس لو ان زي ما ريكوردد في بعض الحالات. طبعا المايكروكاستر اللي هي موجوده النهارده دي بتحقق لك ترابيكولوتومي ايديال 360 درجه ويز اي تراك كاستر، بس زي ما اتفقنا ان ده بالنسبه للوكاليتي زي عندنا فيري اكسبنسيف، ما ويعني مش هتقدر تو مانج الاف الحالات بالذات في عندنا في مصر، لكن لا شك ان لها ميزه كويسه. ال 360 درجه كاسيتر ممكن انك انت بتستخدم وانت شغال، هي مش بتعمل ترابيكولوتومي بس، لكن ممكن تحقن فيسكو الاستيك داخلها وانت شغال. لها لايتد تيب، وهو ده الميزه الحقيقيه بتاعتها، انك بتبقى شايف كويس وهي ماشيه حوالين الليمبس وماشيه في الكنال اوفشلي. دكتور نادر بيه، قبل ما ننقل على النقطه دي بيه، عايزين نستغل خبره حضرتك في بضعه تيبس صغيره كده. اولا، هل حضرتك الفيسكو الاستكس كلنا عارفين لها فرايتيز، في ميثال سيلولوز، في سوديوم هيالورونيت، فهل حضرتك ريكومنديشن معين لنوع فيسكو الاستك حضرتك بتفضل او بتنصحنا باستخدامه في الفيسكو تربيكيلوتومي؟ الهيلون يا فندم، الهيلون سوديوم هيالورونيت. ده افضل، لان احنا كنا في الاول الحقيقه عندنا في لاسباب فاينانشال برضو في الاول كنا بنستخدم اللي هو الميثايل سيلولوز، لكن الحقيقه لكن في الحقيقه زي قلته زي ما بيقولوا، يعني بتستخدمه ما بيعملش تامبونادنج كويس ابدا، وبعد شويه تلاقي البليدنج اشتغل، وفي خلال ساعات قليله اعتقد ان هو بيختفي تماما، فما بيحققلكش المطلوب اللي انت عايزه ان الفيو دايز الاولانيين يكون في نوع من منع الهايفيما والكلام. تمام، هلتقط طرف الخيط برضو من حضرتك. حضرتك بتقول الحته الاكسبنسز هيلون عادي يا جماعه ولا هيلون جي في الغالي؟ حضرتك انا الهيلون جي في هو اون براكتيكال جراوندز، احنا عايزين البراكتيكال. لا، براكتيكال هيلون عادي خالص، هيلون العادي اللي هو موجود عادي جدا وبيديني نتيجه حلوه جدا. يبقى الاودينس ما يتخضش، امبول الهيلون العادي بتاع العادي هو دوت اللي هنستعمله، مش بنقول هات هيلون مخصوص جي في او حاجه. طيب السؤال الثاني برضو اون براكتيكال جراوندز بي وان برضو فاينانشال ايشوز، دي نقطه مهمه. هل لازم يبقى عندنا الكانيولا بتاعت ستيجمان بتاعت الفيسكو كانيلوستومي اللي فيها الحته الرفيعه دي عشان نعرف نحقن براكتيكالي، ولا فعليا حضرتك ممكن سن اللي يعني هل في بدائل تاني عن الكانيولا دي، ولا لازم لو انا عايز اعمل فيسكو تربيكيلوتومي لازم يكون عندي الكانيولا دي؟ حضرتك لو اللي انا بستخدمه برضو الكانيولا العاديه بتاعت الهيلون، بحاول ادخلها. لو انت دخلت بالبروب التربيكيلوتومي الاول وفتحت سكه لنفسك كويس وبعدين دخلت بسن الهيلون ده على قد ما تقدر كده لجوه، ده بيحقق لك المطلوب، مش محتاج اكتر من كده. ما نتخضش، ما احناش محتاجين ايكويبمنت عاليه، سن الهيلون العادي ده يكفي جدا جدا جدا. اخر تيب صغيره جدا جدا يا بيه، هل في زي اند بوينت او فوليوم معين حضرتك بتنصح بيه لما نحقن الفيسكو الاستيك، ولا يعني ايه الاند بوينت لحضرتك انك تقول حضرتك انه كده انا خلاص مش هحقن زياده عن كده، ولا مفتوحه؟ ايه رايك انا بس لحضرتك؟ هو لا، هي مش مفتوحه طبعا لا شك، يعني لانك انت يعني انت ممكن تعمل ده وتملى الانتير تشامبر على اخرها والكلام ده، لكن الحقيقه العيان بيحصل له يعني في اول يوم ده ضغط العين بيزيد جدا سبايك وحاجه يعني. طبعا ده للاسف كنا في البدايات يعني كان الواحد بيتلمس طريقه كده، وساعات لما البليدنج يبقى كتير فممكن انك انت تزود شويه، لكن الحقيقه مش حلوه ابدا الحكايه دي. انا جاست انا بحاول الفيسكو الاستيك داخل الكنال وشلم في الاول عشان يفاسيليتيت، وبعد كده بحقن شويه جايدد، ما بحاولش ادخل سن الهيلون كتير جوه الانتري تشامبر من التربيكولوتوم اللي عملته، بتحقن على السيركمفرنس بتاع الايرس الجزء الفوقاني اللي هو عملت فيه ترابيكيلوتوم، وما بحاولش ادخل جوه كتير، جاست بس انك انت تزق الايرس بعيد شويه، وبرضه لو في بليدنج تحاول تعمل له لوكاليزيشن
بحيث ما يروحش على البيوبيلاري اريا. يعني حاجات بسيطه كده يعني، ما انا مش قادر اقول حاجه، لكن اكيد ما هوش فول فولنس كومبليت فولنس الانتير تشامبر زي ما لا طبعا. بناخد ايه؟ بناخد بالنا يا جماعه الاودينس بتوعنا ان احنا بنقول جاست ذا بروبر اماونت، يعني جاست الكميه الكافيه للفيسكو الاستيك اللي تحقق لنا غرض توسيع الشمس كانال والتامبونيت، وفي نفس الوقت ما نفقدش ميزه اللي بدانا بيه الكلام ان التربيكولوتومي دي اب اكسترنو بروسيدير سيف، فما نخشش فيه الاي سي كتير، فما نخشش لا بهيلون كتير ولا بسن هيلون كتير جوه الاي سي، فوجب التنبيه على هذا. تمام، نرجع بقى الى البراكتيكال ابلكيشن للفيسكو تربيكولوتومي بالنسبه لنا. دلوقتي احنا اتكلمنا في الجزء اللي فات دوت ايفيدنس بيزد وثيوريتيكال، عايزين نركز في الجزء اللي جاي على الايفيدنس بيز. بمعنى اخر يعني وباختصار شديد، هل الفيسكو تربيكولوتومي دي لما نيجي نطبقها للديفرنت تايبس اوف جلوكوما، هل حضرتك درسنا الفيسكو تربيكولوتومي دي على كل تايب من انواع جلوكوما سبيسيفيكالي، راذر ذان من ان الكلام يبقى زي كقاعده عامه او موحد كده لكل انواع جلوكوما؟ فعايزين حضرتك تدينا هنتس كده عن خبرة حضرتك في هذا البروسيدير على بعض أنواع الجلوكوما تحديدا كده تفصيلا واحدة واحدة، البرايمري أوبن أنجل النارو أنجل جوفينايل، نسمع خبرة حضرتك في النقطة دي يا بيه. تفضل. تمام يا فندم. الحقيقة اللي عايز أقوله هنا إنه يعني هي في قصة طويلة، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى انه كان دايما لما تيجي تتكلم انا بعمل كذا يقول لك يعني مين حضرتك، يعني يعني قول زي ما انت عايز، انت عندك خبرات لكن ممكن ما لازم في النهايه لازم تبقى ايفيدنس بيست، عندك نشر على هذا الامر وفي اكبر المجلات، لاي فكره جديده لازم تربطها بهذا، وده يساعدك كتير جدا وبتخليك يعني زي ما بقوله يعني واثق من كلامك واثق من شغلك. طيب هنتكلم سريعا، طبعا عملية انك تنتقل بقى بالتربيكولوتومي من الاطفال ومن تشيلدرن ومن اليونج بيرسونز اللي هي معروفة جدا فيهم الى الادلت جلوكوما بما فيها، ده كان شيء برضو محفوف بالمخاطر وعايز وقت وعايز انك تجرب يعني تشوف حالات كتير. طبعا التجربة كانت ببطء شديد. أول حاجة هنتكلم على البرايمري سيرجري، البرايمري أوبن أنجل جلوكوما والبرايمري أنجل كلوجر جلوكوما، والحقيقة البيدياتريك جلوكوما، الثلاثة دول هم أو البرايمري كونجنتال جلوكوما كأساس ومعها السكندري انفانتايل جلوكوما بأنواعها. كمان لو هي ريدو سيرجري، طيب خلينا نبتدي بالبرايمري اوبن انجل جلوكوما. الحقيقه لغايه هذه اللحظه يعني بنسعى حسيسا لنشر حاجه في هذا الامر، وخصوصا في ستادي يعني شغالين فيها، او هي الحقيقه خلصت يعني من فتره وبنحاول ان احنا ننشرها في مكان كويس، اللي هو لما تيجي تتكلم على الاوبن انجل جلوكوما، الاوبن انجل جلوكوما العلاج الرسمي سبسكليرال ترابيكليكتومي، محدش ينكر ده، وفي ريت عالي في الليتريتشر للموضوع ده، لكن الحقيقه برضو كان باعتبار الاوبن انجل جلوكوما في نوع من الريزيستنس في الاوت فلو اوف ايكوس، فبرضو انا او يعني احنا مش انا لوحدي على فكره، في فريق كامل في العالم كله بيدافع عن ده، انه الانجل والله لو قدرت انك تعمل لها كليفج للترابيكولوم ممكن تساعد في علاج، وده حاجه لوجيك الحقيقه. فبرضه باختصار احنا اشتغلنا عندنا على الموضوع ده هو، والاوبن انجل جلوكوما قارناها بالسبسكليرال ترابيكليكتومي، والحقيقه كانت النتائج جميله جدا. يعني مش هقول ان هي كان في نوع من يعني خلينا نقول ان كان في ميزتين للترابيكولوتومي في الادلت في الاوبن انجل جلوكوما. الميزه الاولى الريلاتيف ستابيليتي اوف انترا اوكولار بريشر ريدكشن، يعني على مدار واسع وبعد سنين طويله تلاقي التنشن الى حد ما ماشي كويس، في حين السبسكليرال زي ما احنا عارفين سبسكليرال زي ما اتفقنا ان هو يكاد يكون العالم النهارده ما بيعملش سبسكليرال
إلا with mitomycin. يعني عندما يذكر لك نتائج السبسكليرال في الأغلب بيبقى معها mitomycin، خصوصا في اللوكاليتي بتاعتنا مع الأنتيريور سيرفيس بروبلمز، مع الـ مع الدراي آي، مع الحاجات ده هي. فبرضو الميتوميسن حاجة بتحقق لي IOB reduction، ولكن الحقيقة لها طبعا كلنا عارفين مشاكلها. وبناء عليه الترابيكيلوتومي لما قارناه بالترابيكيلكتومي كان بارل لها لحد ما، بل بالعكس بيسبقها في بعض الحالات ومور ستيبل على مدار واسع، وده ربنا يكرم ونثبت ده وننشره. بعد كده البرايمري انجل كلوجر جلوكوما. الانجل كلوجر الحاجة اللي استبلش ده عالميا، ان احنا طبعا في البدايات بندي كرونيك انجل كلوجر جلوكوما، بنعمل في البريفرال ايرودوتومي او الليزر ايرودوتومي عشان امنع الفيوتشر اتاكس او الاتاكس اللي ممكن تحصل. لكن في الحقيقة وطبعا ويل استابليشد النهارده على مستوى العالم انه الفيكو مالسيفيكيشن لوحده ممكن يساعد، وممكن يبقى لوحده بيحقق اي بي ريدكشن في الحالات ده هي. لكن بيدخل بقى في القصه، طيب اعمل ناس بتتكلم على الفيكو بس، وناس بتتكلم على الفيكو ترابيكليكتوم الفيكو تراب، وده فيرسس ده في بيبرز كتيره جدا، اللي يقول الفيكو كفايه واللي يقول الفيكو ترابيكليكتومي هو الافضل الى اخر. فده كونتروفيرس مشهور يعني. طيب الحقيقه في ناس ما زالوا موجودين بيقولوا انك لا ما تشيلش اللينز مهما حصل الا اذا كانت فيها كاتركت، وطبعا ده برضو يعني ما زال الناس بتتكلم على ده. الخلاصه ايه؟ بنفس الأسلوب بتاع الفيسكو طبعاً لازم تعمل فيكو مالسيفيكيشن في حالات الجلوكوما الأنجل كلوجر، عشان حكاية اللينز وبتبقى إزاي الفولت بتاعها بيبقى قافل بعمل بيوبيلاري بلوك، فلازم تتخلص من اللينز وده أساسي. طيب السؤال بقى، لو أنا أضفت معايا ترابيكولوتومي مش كده وبس، ده هو الترابيكولوتومي هنا أنا هفتح الريزيستنس اللي موجودة وعندي بريفرال أنتيريور سينيكي قفلة بشكل ما. الحقيقة لما تفتح وتعمل سينيكولايسيس في الجزء الفوقاني مع بالترابيكولوتوم بتاعك مع فيسكو سينيكولايسيس للجزء بقية السيركمفرنس بتاع الأنجل، خصوصا هنا انت هتدخل بقى بتدخل بالكانولا بتاعتك وتحقن فيسكو إلاستيك داير زي ما هنشوف. هنا انت هتشيل اللينز فما عندكش مشكلة، بتدخل بقى جوه الانتير تشامبر عادي. طبعا يعني كنا سعداء جدا بنشر هذه البيبر في الجورنال اوف كاتراكت اند ريفراكتيف سيرجري، والحقيقة كانت من الحاجات اللي مبعث لفخر لنا كبير جدا، خصوصا ان الفكرة مش مطروقة قوي وتقريبا محدش نشر هذا الامر بهذا الاسلوب، فكنا يعني مبسوطين قوي لما قبلوه. ده فيديو هنا بقى الترتيب. احنا عارفين لما بنعمل فاكو ترابيكيليكتومي بنعمل فاكو تراب زي ما بيقولوا، بقى بعمل الفاكو الاول وبعدين ببدا اخش على اعمل الترابيكيليكتومي بتاعي بالبانش والكلام. لكن هنا الحقيقه لازم الترتيب ده، لازم تبتدي ترابيكيلوتوم من الاول لانه العين بتبقى سوفت، ويعني مش بتقدر بعد الفيكو مش بتقدر تفتح الكنال وشلم بطريقه سليمه، وبالتالي لازم تبتدي الاول تعمل الترابيكيلوتومي بتاعك. وطبعا هنا مره تانية ميزه كبيره للفيسكو إلاستيك، ان انت لا مكان للترابيكيولوتومي هنا من غير فيسكو إلاستيك، لان مش متصور اصلا انك هتعمل ترابيكيولوتومي وبعد كده تعمل فيكو، مش هينفع. وبناء عليه ده الاسلوب، نعمل ترابيكيولوتومي الاول وبتحاول طبعا هنا انك تملى الانتير تشامبر
بفيسكو إلاستيك عشان يسمح لك بعد كده تعمل فيكو بتاعك عادي كابسول ريكسز أند بقية الخطوات. يبقى احنا هنا بنحقن الفيسكو إلاستيك مع وبعد ما عملنا الترابيكولوتومي بتاعنا نسرع شوية هنا بنقفل عادي جدا وبعد كده نبدأ الفيكو بتاعنا بطريقة عادية. هنا طبعا تقدر تعمل فيكو عادي لأنك حقنت جوه الانتير شيمبر فيسكو إلاستيك. نسرع كابسول ريكسز وبتعمل الكاتركت بتاعتك بطريقة طبيعية خالص والعدسة عادي جدا. الحقيقة يعني في حالات يعني مش عايز أقول تقريبا كل الحالات اللي تعمل لها هذا الأمر. أنا بس نسيت معلش أوري حقن الفيسكو إلاستيك. الحقيقة أنت بتدخل بالكانولا بتاعتك وتحقن داير إن داير عشان تعمل فيسكو ساينيكولايسيس. طبعا لا شك ان انت لو عندك جونيو لينز يبقى افضل وافضل انك تعمل جونيو ساينيكولايسيس يبقى افضل بتبقى شايف احسن في الحالات دي. بعد الاوبن طبعا دي حالات اتعملت للحالات الفيكو فيسكو ساينيكولايسيس فيسكو ترابيكولوتومي ساينيكولايسيس ثلاثة. فالحقيقة كلها أو معظمها حالات يعني تقريبا ما بيرجعش تاني التنشن لأنك تخلصت من كل مشاكلك في اللي عاملة رفع لضغط العين في الحالات دي. البرايمر التاني احنا قلنا الأوبن أنجل وقلنا الأنجل كلوجر اللي هي يعني تعتبر تشالنج حقيقي. نتكلم بعد كده على البيبر اللي جبنا سيرتها من شوية على البرايمري كونجينيتال جلوكوما وقلنا انها اسعدنا الحظ برضو انها اتنشرت في اليوروبيان جورنال السنه دي. والحقيقه عدد كبير جدا من الكونجنتال 154 عين وده تقريبا اكبر عدد في الحالات دي. وعندنا في مركز العيون الحقيقه ريفرنس الحالات كتير وبنشتغل في يعني كونجنتال حالات كتيره جدا يعني عكس المتخيل. الفيسكو ترابيكولوتومي في الحالات دي ظهر ان هو قلنا have prolonged stability in controlling IOB with higher success rate and lower complications. بعد كده هو عشان الوقت طبعا دي examples الحالات اتعملت وزيها كتير الحقيقة. الكونجنتال جلوكوما ان شاء الله بإذن الله كله بتبقى فرصتها كويسة قوي في لو اتعملت بدون ما حد يجرب حظه سبسكليرا الاول لا فالف الاول لا الكلام ده اجينست كل رولز. الرولز هي انك تبتدي انجل سيرجري في البرايمري كونجنتال جلوكوما وانس وتوايس وبعض الناس تقول ترايس لو انت لانك بتقطع تلت السيركمفرنس في المره الواحده. فاذا لابد العيان ياخد التشانس بتاعته الكامله. لو فيلد الطفل بنروح بقى لحاجات تانية زي السبسكليرالوز مايتوميسن جلوكوما فالفز الكلام ده. طيب ده جزء برضو البرايمري احنا جبنا سيرتهم ده جزء طالما اتكلمنا على الأطفال فبرضو دي اشتغلنا على الجلوكوما في سبيشال تايب اوف سيكندري جلوكوما شتيرج ويبر اور فيشيال بورت واين ستين جلوكوما. برضو الدراسة ده هي الحمد لله خدنا عليها اكسبتنس لكن لسه لم تظهر على الباب ميد لسه اللي هو برضو قارننا هنا بين التو جروبس. الحقيقة هنا كان في كومبايند معروف ان الكومبايند جلوكوما سبسكليرال ويز تربيكيلوتومي يعني يمكن هي في معظم الليترتشر انها هي الافضل في حالات الشتيرج ويبر لكن جربناه هنا بالفيسكو إلاستيك. فالحقيقة الفيسكو إلاستيك برضو ساعدني مساعدة جميلة جدا وخلى الفترة الكنترول للآيو بي على مدار واسع والسنين طويلة أحسن كتير من الحالات اللي ما استخدمناش فيها فيسكو إلاستيك. مش كده وبس ده كان فيه القصة المشهورة بتاعت لما بتشتغل مع الشتيرج ويبر بيحصل نوع من الكورويدل
افيوجن ودي شائعه طبعا كورويدال افيوجن بسبب الكورويدال هيمانجوما اللي بتبقى موجوده ونسبه حدوثها عاليه مع الفيسكو الاستيك واستخدام الفيسكو الاستيك كومبليكيشن دي تحديدا قلت كتير. وقلنا ان احنا الحمد لله خدنا عليه اكسبتنس في الجيبوس وربنا يكلل جهودنا بالنجاح. معلش يا دكتور بس اذن حضرتك بس هي الفوليوم قليل شويه لو حضرتك حابب يعني لو ينفع اقرب شويه اعلي صوت شويه كده كويس كده حلو جدا. طيب النقطه بتاعت برضو كان من الغريب جدا انك تخش بالفيسكو ترابيكولوتومي في حاله صعبه زي النيوفاسكولار جلوكوما. احنا عارفين كويس النيوفاسكولار جلوكوما لابد ما يعني ممنوع انك تدخل بجراحه فيها سواء كان سبسكليرال او فالف او غيره الا بعد ما تشيل النيوفاسكولاريزيشن اللي موجوده باستخدام الانترافيتريال انتي فيجيف وبعد ما تحقن بحوالي اسبوع او اسبوعين لازم تعمل الباند ريتينال فوتوكوجليش. طبعا هنا انا بفترض ان في كلير ميديا مع نيوفاسكولار جلوكوما يعني الحاله الى حد ما بدري ولسه ما دخلتش في مضاعفاتها المعروفه والكاتركت والحاجات دي والكورنيال إديما الى اخره. فاذا قدرت تعمل باند ريتينال فوتوكوجليشن يبقى ممتاز جدا، انت كده بتضمن الابليشن او عدم ظهور النيو فيزلز لفتره طويله. اذا عيان بعد كده بأسبوعين تقريبا أو ثلاث أسابيع بقى جاهز لدخول العمليات. السؤال هنا العملية اللي هتعملها إيه؟ مشهور عالميا أنك بتعمل بعد ما بتعمل انترافيتريال انتيفيجيف ويز بان ريتينال، ده متفق عليه عالميا، وبعد كده تعمل سبسكليرال أو فالف أو غيره. الجديد هنا أن احنا برضو عملنا فيسكوترابيكيلوتومي فيرسس الفيسكوترابيكيلكتومي. طيب برضو نجحنا في نشر البيبر الجميلة دهيت في آسيا باسيفيك جورنال أوف أوفثالمولوجي. والحقيقة هنا بيبقى اللي عايز أنوه عنه إنه مش كل الحالات، طبعا في حالات أدفانسد جدا بتبقى خلاص في توتال أدهيجنز في الأنجل والدنيا يعني ما تسمح لكش لكن الحقيقة في حالات كتيرة جدا ودكاترة الريتنا الحقيقة كانوا يعني بيبعتوا حالات كتير، ولأنه فعلا بيبقى معظمنا لما بيشوف نيو فاسكولار جلوكوما بيبقى كأنه كده يعني هوبلس وخلاص. لا، ممكن تقاتل على هذه العين، وأنه يا سلام لو الحالة لسه في أولها وفي روبيوزس وضغط العين لسه معلاش قوي تبقى أحسن وأحسن وهكذا. النتائج بتاعت البيبر ده هي أثبتت إنه في إلى حد كبير إيكواليتي بين نتائج الفيسكوترابيكولوتومي فيرسس الترابيكيلكتومي بعد حقن الأنتي في جي إف ويز بان ريتينال فوتوكوجيليشن، وكمان الفيسكوترابيكولوتومي كان متقدم خطوة عن السبسكليرال ترابيكيلكتومي. كمان كانت الكومبليكيشن أقل في الحالات دهيت، لأنك فعلا الحالات دي حتى بعد ما بتحن الأنتي في جي إف برضو بيبقى في فرصة لبليدينج وهايفيما تحصل، فأنت بتعمل ليميتيشن لهذه الهايفيما باستخدام الفيسكوالاستيك. برضو دي عينة من بعض الحالات اللي اتعملت. الهايفيما ده شيء يعني مش يعني بقى لو هتمشي في الأنجل سيرجري لازم الهايفيما تبقى موجودة، بس زي ما اتفقنا الفيسكوالاستيك بيعمل كنترول لقدر الهيفيمة الهيروبل اللي ممكن يظهر لو انت مستخدمتش الفيسكولاست. بندخل على الريدو سيرجري. الريدو سيرجري في دي حالات بقى يعني ديفيكولت والحقيقة بتبقى هوبليس وبتحس انك انت يعني خلاص. طبعا انا عشان الوقت برضو انا هنا بعرض دي حالة معمول لها سبسكليرال تربيكليكتومي وفيلد قبل كده. انت تقدر برضو بتيجي جنب بتسيب الكونجنكتيفال فايبروزيتي دي وبتحاول انك تجد طبعا دي ميزه الترابيكيلوتومي ان انت عايز منفذ فقط للكنال اوف شلام. هتستغربوا في حالات كده طبعا اللي عامل سبسكليرال قبل كده ممكن تجد صعوبه في دخول الترابيكيلوتوم في المكان ده
فانت زي ما بيقولوا بتسيسها كده، بتحاول تستخدم البروب بتاعك ايزيلي، وبتحاول انك انت الفيسكو الاستيك ايضا بيساعدك في الحالات دي. طبعا ده كمان حاله فالف، وما ادراك ما، لو شوف المنظر العين عامل ازاي. بحاول ابين هنا ده طفل وكان مزروع له عدسه قبل كده، مزروع له فالف قبل كده. هنا بنشوف الفالف عامل ازاي. لا قبل ما بنوصل للنقطه دي انا عايز ابين الحته الاولانيه الفالف اصلا. اهو لو شدينا كده الجزء ده، ده فايبروزد، ويعني يمكن يبان في اللقطة اللي جاية اهو فايبروزد. وهنا في حالات كتير بدل ما ممكن تسيب الفالف مرحليا وتحاول تشتغل بفيسكو ترابيكولو. طبعا هنا اشتغلنا فيسكو ترابيكولوتوم ايضا اهو، تعمل نفس الطريقة ونفس السيناريو، وبتحاول تفتح برضو الكنال اوف شليم. الغريب في الحالات دي انك تلاقي الكنال اوف شليم ممكن بتعمل اوزنج وعادي خالص، كأنها نوت انتربتد. يعني الجراح عمل نوع من انه زرع فالف برايمرلي. طبعا دي من المشاكل اللي بنشوفها في اللوكاليتي عندنا، يقول لك طفل ازرع له فالف على طول او اعمل له سبسكليرا. طبعا ده شيء بشع، يعني انت لازم تمشي بالترتيب والانجل سيرجر ياخد فرصته. طبعا عشان الوقت برضو بنعمل ترابيكولوتومي اهو. تمام السيناريو المعتاد يعني، وبتقفل عادي. وعلى فكرة الحالة دي التنشن اتظبط جدا، وبعد في مرحلة تانية شيلنا الفالف لأنه كان عامل بلك كده ومضايق العيان جدا. إذن في دور أيضا الفيسكو ترابيكيلوتومي في الريدو سيرجري. دي برضو بيبر نشرناه من سنة تقريبا، أحمد، جلوكوما فالف ريفيجن، مشهور عالميا إنك أنت لما تقول لي فيلد فالف أقول على طول إيه ريفيجن. ريفيجن يعني أفتح وحاول لو في مشكلة في الفالف أو لو أشيل الفايبروزد ممبرين واللي حوالين الفالف اللي عامل فيلير يعني إلى آخر. ساعات استخدم ميتوميسن، فده كلاسيك. فلما تيجي تقارنه، وده كان مسلك غريب جدا إن إحنا نمشي في الطريق ده، حالات من واقع الشغل بتاعنا تجد عيان جاي لك زي الحالة اللي شفناها دهية، معمل له فالف برايمرلي لأول مرة، وبتبقى انت مش فاهم يعني هتعمل ايه تاني مع الفالف برايمرلي كده، وببقى شهور بيني وبين نفسي ان العيان ده او الطفل ده ما خدش البرايمري تريتمنت بتاعه اللي هو احمد فالف اللي هو سوري الترابيكولوتومي في البدايه خالص. وده حدسي مش تمام، يعني تيجي تلاقي الكنال اوف شليم كانها لم تمس. طيب البيبر دهيت اتنشرت في الجورنال اوف جلوكوما، وده مبعث برضو فخر لنا كلنا، وكان برضو معايا الدكتور نادر بيه في هذا الطريق. طبعا اثبتنا هنا في معلش في الحته دي ان الفيسكو ترابيكولوتومي بيفوق في السكسس بتاعه الريفيجن بتاع احمد فالف في الموضوع ده. دكتور نادر بيه. تمام يا بيه. الحقيقه عرض يعني بنشكر حضرتك عليه جدا جدا جدا، وهنحاول كده ايه ان احنا زي ايه نلمه كده للحاضرين بس عشان نجمع الـ الكلام اللي اتقال كله. دلوقتي احنا يا جماعه سمعنا انه ايه هي الكونسبت بتاع ان احنا نعمل انجل سيرجري في الجلوكوما او في الادلت جلوكوما وفي البيدياتريك، لكن الانجل سيرجري والفكره بتاعتها ايه؟ تو ريستور ذا نورمال درينج باثوي. عرفنا التيبس ان احنا نلاقي شلمز كانال، ازاي ندور عليها في السيرجيكال فيلد وازاي نلاقيها ونوصل لها.
عرفنا الفرق والادفانتجز بتاعه استخدام الفيسكو الاستيك اوفر الكونفنشنال تريبيكيلوتومي، وازاي ان احنا مش محتاجين تولز اكسبنسيف قوي ولا تكنيك معقده قوي عشان نوصل للجول بتاعنا. وبعدين سمعنا ازاي نستعمل الانجل سيرجري ان ديفرنت تايبس اوف جلوكوما، شفناها في البرايمري اوبن انجل جلوكوما وعرفنا الادفانتجز اوفر فلترنج سيرجري، شفناها في الانجل كلوجر جلوكوما وعرفنا الادفانتج اوفر الكونفنشنال فيكو تراب في ان احنا بنفك البريفيرال انتيريور زانيكل اللي بتبقى كومن في البرايمري انجل كلوجر، شفنا الادفانتجز بتاعتها في البيدياتريك جلوكوما اوفر الكونفنشنال تريبيكيلوتومي، وفي نفس الوقت شفنا ازاي ان احنا ممكن نستعملها حتى افتر فيلد احمد فالف. ويعني لا أزيع سرا ان حتى المحكمين الدوليين هم بيقروا البيبر اللي الدكتور احمد بيه عرضها في الاخر دي، كتير قالوا زي ما الدكتور احمد بيه قال الاول كده، والله يا دي احنا خبرتنا فعلا في الموضوع ده انه فعلا لما بنعمل انجل سيرجري بعد برايمري فالف سمت ات وركس اكتشولي، ودي فكره رائعه جدا جدا واثنوا عليها جدا جدا جدا. وبالاضافه لكده استخدامهم في بعض الجلوكومات اللي قد تبدو صعبه زي ما الدكتور احمد بيه عرض ان فاسكولار جلوكوما طبعا البعبع المخيف بتاع الجلوكوماز الادر جلوكوماز ريفراكتوري، والبعبع الثاني بتاع تشايلد جلوكوما البورت واين ستين او ستاج ويبر جلوكوما، قد ايه الاثنين دول مخيفين وقد ايه فكره الانجل سيرجري واستخدام الفيسكو الاستيك فيها اللي عرضنا الدكتور احمد بيه ازاي ازالت كتير جدا البعبع والخوف اللي موجود بالذات في ستاج ويبر سيندروم. الريدو سيرجري شفنا ازاي ان الدكتور احمد بيه نبهنا ان احنا مش محتاجين نعمل ديسكشن للكونجنكتيفا، احنا مجرد محتاجين مدخل بس نوصل للكنال اوف شليم، وبالتالي لما يكون في ريبيت بروسيدرز والكونجنكتيفا سكار ذس از نوت ان ايشو مع الفيسكو تريبيكيلوتومي. وعرفنا في النهايه انه الفيسكو تريبيكيلوتومي دي او هنضيف ليها انها ذس نوت كومبرومايز الديستال ايكوس درينج باث واي الابيسكيرال والكولكتور ابيسكيرال فينز والكولكتور شانلز. بكده اعتقد ان احنا نكون وصلنا لنهايه الويبينار بتاعنا والكلام عن الانجل سيرجري. تحب حضرتك تضيف لنا حاجه دكتور احمد بيه على الموضوع؟ والله حضرتك انت يعني ساعتك لميت كل المطلوب. هو احنا الهدف برضو في النهايه ليس ربط اي شيء بالاشخاص، فزي ما بيقولوا الاشخاص زائلون، لكن هي القصة طبعا. إيه؟ إن إحنا بنلقي حجر في بحيرة. الجلوكوما على فكرة تقبل كل الاقتراحات وتقبل كذا، ولكن اللي بيخلي جراح الجلوكوما يعيش هو النتائج. فكلما يعني لقى نتائج كويسة ده بيسعده جدا ويحس إنه جريء إنه يعمل مرة تانية وثالثة وعشرة. واللي بيسعده أكتر إنه لو نشر مثلا بره وفي يعني طائفه من جراحين الجلوكوما عالميا ومنهم ناس يعني فيجرز، يعني لما يقول لك لا يعني يقبل الفكره وبعدين يقول لك لا تمام وبينتقدها برضو كذا ويريد تعمله كذا، لكن الفكره نفسها القبول بتاع هذا الامر ده شيء رائع. والحقيقه يعني احنا ماشيين وراء ناس عملوا، يعني انا ساعات بتخيل الشخص اللي عمل وتخيل الترابيكيلوتومي دي لاول مره، يعني قد ايه هو شخص هايل. يعني صحيح كلنا عارفين الاناتومي وكلنا كذا، لكن عشان تتخيل هذا الامر شيء جميل جدا. وطبعا لما يجي من وراء حد بقى يحاول يطور ده ويستخدم ايه، وانا بقول دايما احنا في كل مؤتمرات الجلوكوما احنا بندخل تلاقي طول الوقت المحترم الشديد، طبعا احنا دي حاجة هايلة عالميا رهيبة، الاب انترنو بكل ما فيها بقى والميكس والجاتس يعني كل ده هايل، لكن تعال مصر وتفضل اشتغل. لما يجي لك آلاف الحالات ومئات الحالات وكلها مش هيحصل ومش هتلاقي. يعني انا عايز واحد، احنا اللي عايزينه حاجه واحده بس، ان في فئه تقوم بهذا الامر، فئه من دكاتره العيون المحترمين، اللي هو ايه مش كل حاجه في العيون هي الفيكو والليزك طبعا ده رغيف العيش زي ما بيقولوا يعني، لكن في النهايه لازم حد يقوم بهذا. يعني فلولا نفر من كل فئه طائفه، لازم طائفه تقوم بهذا وتسد الثغره دي،
لأن في مصر كلها تخيل آلاف الأطفال على مصر من جنوبها لشمالها، وعايزين تخيل في كل، فإحنا عايزين الناس تسلك وتيجي تشتغل، والعلم ده مش حكر على حد خالص، الناس تفضل اشتغل تعالى، محدش هيقول لك ده بتاعنا. لكن فكرة بقى إنك تطرق الكنال أوف شليم وإزاي أدخل لها وإزاي أفتح، واللي هي مش سر من الأسرار ولا حاجة، ده حاجة عادية جدا، بس أنت اشتغل. لكن مش كل حاجة تستسهل سبسكليرال وافتح، سبسكليرال دي على دماغنا من فوق زي ما بيقولوا، لكن أنت بتشوف وأنا بشوف وكلنا بنحدث بعض على مستوى بالظبط. فبتقول انك في حالات كتير فعلا بعد سنه او سنتين لو كملت معاك بتلاقي بدات ترجع الانتي جلوكوما تاني وكذا وكذا. طبعا انت بين امرين، بين انك ما تستخدمش مايتومايسن وفي الحاله دي الفايبروزيس هياتي في لحظه ما، وبين انك تعمل مايتومايسن وزي بقوله تستاهل اللي يجرى لك بعد شويه، العين ده مش هيكمل بالذات لو كان طفل وهكذا. ف يعني الرساله او المسج الدكتور نادر بيه والعبد الضعيف انه عايزين نوصل يا جماعه، ارجوكوا اشتغلوا انجل سيرجري وان شاء الله الطريق كويس. يعني ما يعني على الاقل بتعمل عدد حالات اكتر كتير من ما كنت ايام ما بعمل سبسكليرال ترابيكليكتومي، اللي هي لها دورها ما زال، وفي بعض الحالات ما زالت هي ليدنج تمام، وهيظل الكونتروفيرس عالميا بين كل واحد زي ما بيقولوا اللي تغلبه ولعبه، بس اهم حاجه السيفتي بتاعت العيان بتاعك. دكتور نادر بيه احنا يعني سعيد جدا تمام السعاده بوجود حضرتك معايا النهارده، وان احنا نطل هذه الاطلاله زي ما بيقولوا، ونسعى مرات كتيره بعد كده ان احنا نطلع بحاجات جديده ان شاء الله. سعيد تشرفت والله دكتور احمد بيه، ربنا يبارك في حضرتك، الله يكرمك، وشكرا لفارما ميديكا المنظمه تحت امر حضرتك. اي سؤال دكتور احمد بيه والعبد لله، واذا كان حضراتكم لكم ليد تو كونكلود في اي وقت. انا طبعا بشكر كمان فريق عمل الفارما ميديكا، الحقيقه بيقوموا بدور كويس جدا، ويعني عندهم منتجات هايله وربنا ييسر لهم الامور ان شاء الله. احنا بنشكر حضراتكم يا دكتور احمد ويا دكتور نادر، البرزنتيشنز النهارده ما شاء الله جميله جدا وفيها ايفورت رائع جدا، الببليكيشنز منشوره في جورنالز يعني التوب في مجال الاوفثالمولوجي، فده ايفورت اكيد سنين من حضراتكم. بنشكر حضراتكم انكم بتعملوا شيرنج معانا كلنا. دلوقتي لو حضراتكم حابين يا دكاترة لو في أي أسئلة لدكتور أحمد أو دكتور نادر more than welcome، لو حضراتكم حابين تبعتوها على الشات أو تعملوا raise hand ونعمل لحضراتكم unmute بحيث أن حضراتكم تسألوا أي أسئلة تعجبكم. دكتور دينا عبد الفتاح بتشكر حضراتكم يا دكتور أحمد ودكتور نادر على مجهود حضراتكم معنا. دكتورة دينا من المعدودات في مجال الجلوكوما عندنا في المنصورة، وربنا يبارك فيها وتكمل في طريق الجلوكوما إن شاء الله. لو حضرتك يا دكتور أحمد حابب أعمل أنميوت لأي زميل لحضرتك برضو ممكن أعمل أنميوت لي، لو حضرتك حابب تدسكاس مع أي بوينت. أنا تحت أمركم في أي حاجة حضرتك يعني. دكتورة لانا برضو بتشكر حضرتك يا دكتور أحمد ويا دكتور نادر على مجهوداتكم. دكتورة دينا برضو بتشكر حضرتك يا دكتور أحمد ويا دكتور نادر. بالمناسبة مش على قبيل الدباجة ولا قبيل زي ما بيقولوا المجاملات، دكتور نادر بيومي من أفضل الناس على يعني الحقيقة اللي عرفتهم، ويعني قد كده هو شخص محترم يعني. لا بالعفو، العفو، أنا تشرفت والله وسعدت يعني أيام مشاركة في الفريق،
فريق عمل دكتور احمد بيه يعني غير ان هو مبدع واستاذ قائد فريق وليدر ابورن ليدر ما شاء الله يعني. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. معايا فرص كبير جدا جدا. احنا برضه فرصه عليك. نشكر اللي كانوا معانا في الدكتوره شيرين والدكتوره اماني والدكتور عمرو الحقيقه يعني والدكتور ايمن، كل دول يعني ناس افاضل وساعدونا كتير في ان احنا نطلع للنور في 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 النشر بتاعه. وطبعا دكتور نادر كان very very helpful يعني. العفو العفو بيه. دكتور احمد بيه صنع السعاده زي ما بنسميه. حضرتك مجامل كبير يعني. لا لا الله يصنع السعاده. ربنا يكرمك ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم دكتور احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور هشام حضرتك زي اخبارك؟ دكتور هشام بيه سروجي، سعدت انا بهذه المحاضره القيمه والله. ربنا يكرم حضرتك. رئيس قسم طب وجراحه العيون بالمنصوره، وقد كده هو بيساعدنا كتير ويعني بيسهل لنا امور كتيره. لا ده مش مجامله مش مجامله، انا بتكلم على الهوا يعني. حضرتك يعني من اكتر الناس اللي ساعدونا في الشغل بتاعنا وبتسهل الحاجات. هو ومعنا الدكتور وليد كمان، وليد ابو سمره ما ننساش مدير المركز، واستاذنا الدكتور ثروت طبعا اللي علمنا في يعني بداياتنا في الجلوكوما تعلمنا منه كتير، واختنا الدكتوره ايمان الحفني طبعا قد كده استفدنا منها، وربنا يبارك في الجميع ان شاء الله. وما ننساش النهارده الله يبارك في حضرتك، ننساش والله يعني كل مرة بستفيد من حضرتك في كل مرة يعني بسمع لك يعني. ده شرف يعني كبير والله، شرف كبير شرف كبير لحضرتك أخونا الكبير. آمين. دكتور إبراهيم العدوي ندعي له كلنا بالشفاء العاجل. ده هو كويس ربنا. الحمد لله بطمنك هو كويس، ربنا يكشف عنه إن شاء الله. الحمد لله واموره افضل مما احنا كنا متخيلين. طب الحمد لله الحمد لله ان شاء الله الامور تمشي في خط على هذا الخط يبقى خير باذن الله رب العالمين. ان شاء الله يا فندم الامور طيبه باذن الله رب العالمين. الحمد لله بالنفس حضرتك. وبصراحه كان رئيس الجامعه فتح دور النقاهه مخصوص لك لخاطره. انا قريت حضرتك المستشفى الجديده دي، وقال انا على اتم استعداد افتحها لك لخاطره بس هو يرجع. تمام. لكن هو كان سبق بقى ووصل هناك يهمنا شفائه على اي حال يعني ربنا يتم شفائه. انا برضو بلغته ده دعوات الناس كلها وكل بيدعيله، وقلت له يعني رئيس الجامعه يعني منتظرك وبيقول لك اهلا وسهلا بيك، فعلى اساس ان هو بس اول ما يشم نفسه كده يجي يقعد بين اخواته واهله واحبائه بدلا من هناك. برضه مهما كان هناك برضه غربه عن هنا بكتير يعني، او هنا دفء عن هناك بكتير يعني. يرجع بالسلامه وينور كل حاجه، ينور عيادته وينور المركز. بصراحه ما تاخرش والله قسما بالله يعني، قال في ثانيه احنا هنفتحها وكانها اعتبروها فتحت خلاص. دي برضو انا بطمن الناس كلها، ولكن هو بقى كان وصل وان شاء الله يعني اعتقد باذن الله يوم يومين ثلاثه، وطالما انت فتحت الموضوع باذن الله يومين ثلاثه ويرجع لنا سالم غانم يقعد معانا بقى هناك ان شاء الله شويه في النقاهه، ويبقى الامور جيده باذن الله رب آمين العالمين. امين امين يا رب. آمين. ان شاء الله. جزاك الله خير. الله شكرا يا دكتور احمد. عفوا يا فندم. عفوا يا فندم. احنا بنشكر حضراتكم جدا دكاترتنا الافاضل دكتور احمد الوهيدي ودكتور نادر بيومي، اتعلمنا كتير النهارده، ويعني ان شاء الله يشرفنا دايما ان احنا نتواجد مع حضراتكم في ميتينجز قادمه. وبنشكر كل الحضور النهارده، احنا يعني كان لينا الشرف ان احنا نكون مع حضراتكم يا دكتور احمد ودكتور نادر. الله يخلي حضراتكم يا رب. لو في اي حاجه حضراتكم حابين تضيفوها دكتور احمد او دكتور نادر احنا يشرفنا، ولو خلاص المحاضره انتهت يعني احنا هنبقى ان شاء الله متشوقين للمحاضره القادمه باذن الله. ان شاء الله اي مجهود علمي يفيد الناس كلها احنا ما بنتاخرش. بتكلم عن نفسي وعن دكتور نادر بيه،
اللي هو حريص على نشر العلم. طبعاً. ربنا يبارك في حضراتكم. شكرا جدا لحضراتكم. الله يسلمك. الله يخليكم. شكرا جدا. شوف حضراتكم على خير. شكرا جدا لجميع الحضور. شكرا حضراتكم. الله يبارك فيك. مع السلامة.